كما أقامت المدرسة الوطنية الأرثوذكسية في شميساني احتفالاً بمناسبة عيد الصليب المكرم. وأشار المطران خريستوفورس في حديثه إلى ضرورة جعل الصليب محور حياة المؤمن، لأن الصليب هو دليل على محبة الله للبشر. وفي نهاية الاحتفال أحيا كورال المدرسة مجموعة من الأناشيد والتأملات والتراتيل في جو من الخشوع والإيمان التي تضفيها هذه المناسبة العظيمة.